الطائر الأخضر يهبط مجددا في فونكوفا حيث مطار العاصمة الروسية بعد انقطاع لأكثر من 13 عاما. أولى الرحلات ضمت كوادر عراقية عاملة في مطار بغداد وفرق أخرى تعمل في سكك الحديد، وكذلك مواطنون وطلبة على متن طائرة جديدة للخطوط الجوية العراقية من طراز بوينغ 773، تسهيلات عديدة لديمومة العمل بهذا الخط الجوي يعمل بها مطار بغداد، منها نقل الطلبة مجانا من أحياء العاصمة إلى صالات المغادرة. لا بد من تأمين هذا الخط ناهيك عن وجود حركة نقل وحركة تجارة بين البلدين. كانت الطائرات اللي تأتي يعني حركة الجوية موجودة بين البلدين روسيا والعراق، ولكن عبر وسيط أو عبر مطارات وسيطة أو عبر ما يسمى بترانزيت. الآن أصبح الخط شغال وشغال مباشر. دعم الطلبة المبتعثين من خلال توصيلهم مجانا من خارج المطار إلى داخل الصالات. ومع افتتاح هذا الخط الجوي، السفارة العراقية في روسيا وضعت ضوابطا جديدة تتعلق بالملحقيات الثقافية والعسكرية وفرض رقابة أكبر على عملية التبادل التجاري وما يتعلق بالتعليم. هناك الجانب الاقتصادي أو الجانب التجاري اللي راح يفتح آفاق جديدة ما بين الشركات العراقية والشركات الروسية. وجود خط مباشر راح يشجع الشركات للتنقل ما بين العراق وما بين روسيا. العمل بخط بغداد موسكو سيكون بواقع رحلتين نظاميتين اسبوعيا، احدهما من بغداد والثانيه من مطارات متفرقه من شمال وجنوب البلاد. انفتاح العراق على العالم الخارجي خطوه يصفها مراقبون بالمهمه، سيما وانه يخوض حربا ضد الارهاب. فافتتاح الجسر الجوي بين بغداد وروسيا سيسهم في توسعة حجم التبادل التجاري وكذلك في تقليل نفقات السفر لطلبة المبتعثين ولمن يبحث عن العلاج والسياحة. للشرقية نيوز خطاب عادل، موسكو.